الحال مبارك، ما يمكننا الا نتمنوا للجميع عيد مبارك سعيد، الله يدوم علينا بالصحه والسلامه. اليوم انطلاق الحمله الرسميه من اجل المدينه نظيفه ايام العيد ان شاء الله، ايام عيد الاضحى، مدينه الدار البيضاء. خدينا الرهان، وطبعا الرهان غادي يتهز بساكنه مدينه الدار البيضاء على اساس ان ان شاء الله بكم وبنا مدينه الدار البيضاء تكون نظيفه ايام العيد الاضحى ان شاء الله. اللي معروف واللي كان السنه الماضيه وهو اننا دزنا من 4000 طن يوميا ديال جمع النفايات، دزنا 32000 طن، يعني دوبلات تقريبا في 10 العدد ديال الاطنان اللي كتراكم يوم العيد. 5400 عامل نظافه سوف تشتغل يوم العيد، وهذا يعني المطلوب اليوم لاننا نتحدوا مع عمال النظافه. هما ما غيكونوش بحالنا لان ما غاديش يمشيو يعيدوا في ديورهم، غادي يكونوا في الزنقه كيجمعوا الازبال ديال مدينه الدار البيضاء. فالله يخليكم، هذا نداء لجميع الساكنه باش كلنا نكونوا متحدين مع عمال النظافه. 5400 عامل اللي ما غادا تعيدش راه ماشي سهله. 32000 طن ديال النفايات اللي غادا تجمع نهار العيد ماشي سهله. كانت هناك تعبئه جد مهمه من طرف مجلس مدينه الدار البيضاء، لا من الناحيه البشريه ولا من الناحيه اللوجستيكيه. كيف ما قلت لكم هناك دعم ديال 5400 عامل نظافه، وهناك ايضا 880 آلية يعني لي ماشين اللي غادي يدوروا في مدينه الدار البيضاء، الشاحنات اللي غادي تدور يوميا عده مرات في اليوم لجمع النفايات. فاللي مطلوب اليوم 2 مليون ديال الاكياس اللي غادا توزع على جميع الفعاليات المجتمع المدني داخل مدينه الدار البيضاء، داخل المقاطعات، داخل الاسواق. فطبعا هذا التفريق راه بالمجان، والغرض منه هو ان كل منزل في مدينه الدار البيضاء يكونوا عنده هذه الاكياس بالحجم الكبير اللي يمكن لها تهز لنا هذا المجموع ديال النفايات اللي هي ثقيله، ويعني وحتى الفرز ديالها صعيب. الماء اللي كيخرج وداك الدم اللي كيخرج خصنا نشفوا الاكياس ديالنا باش ما يمشيش يعني هذا المشكل بزاف المطرح. خصنا نعرفوا على ان هناك ايضا عمال النظافه الذين سوف يشتغلون داخل المطرح، لان عندهم العاده ان كتوصل لهم 4000 طن، اليوم غتوصل لهم 32000 طن. فطبعا العمل ليس بالهين، عمل جد صعب شاق، غادا تكون موجة حرارة أيضا، وبالتالي خصنا نكونوا إنسانيين في هذا عيد الأضحى، خصنا نخمو في الغير، نخمو في هاد الناس ديال يعني عمال النظافة اللي غيضحيو طبعا بالأيام اللي هي كتكون نورمالمون أيام ديال الراحة، هما غادي يشتغلوا فيها، وثقوا بيا راه غادي يضربوا المجهود فوا 10، لأن ملي كنقول العدد ديال الأطنان غتضرب في 10، وبالتالي المجهود غادي تضرب في 10. الله يخليكم، هذا دورنا، دور المجتمع المدني، دور تحسيسي، دور رجال ونساء الإعلام، على أننا ناشدوا جميع المواطنين البيضاوة. الحمد لله ذاك العام رحنا ربحنا الرهان، الدار البيضاء كانت نقية، الدار البيضاء كانت مدينة جد نظيفة أيام العيد، وقدرنا بالمجهود والتضافر ديال الجميع قدرنا نتغلبوا على هذا الشيء. نفس الرهان، نفس المجهود، بل أكثر إن شاء الله خصو يكون هذه السنة باش يمكن ان شاء الله هذه الايام تدوز بسلام لمدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء تعرف انتاج 4000 طن يوميا، بالنسبه للعيد شحال تيكون العدد ديال النفايات؟ الدار البيضاء كتنتج يوميا 4000 طن من النفايات، ايام العيد كنحصيو ان العدد كيتضاعف 3 مرات، 12000 طن خلال يوم العيد. من اجل ذلك كما شفت شاحنه عبئه الشركه اكثر من 850 شاحنه، هناك شاحنات اضافيه، كذلك هناك عدد كبير من الموارد البشريه، كذلك قمنا باعداد المطرح العمومي لاستقبال هذا الكم الهائل من النفايات اللي توا غادي يخدم 24 ساعه دون انقطاع. اليوم كنشهدوا انطلاقه ديال الحمله التحسيسيه الخاصه بعيد الاضحى 2023. كما في علم ديالكم ان السنه الماضيه رفعنا واحد الرهان ان الدار البيضاء تكون نظيفه في واحد وقت قياسي وجيز، وكل شيء كان كيشهد السنه الماضيه ان الحمد لله توفقنا. هذا العام بغينا هذا الرهان نعاود نرفعوا اكثر باش تكون مدينه الدار البيضاء نظيفه يوم العيد. من اجل ذلك نظمنا حمله تحسيسيه تحت اشراف جماعه الدار البيضاء، وبتنسيق وشراكه مع السلطات المحليه والمنتخبه،
حملة تحسيسية على مدى 8 أيام بكل مقاطعة مدينة الدار البيضاء. هذه الحملة التحسيسية تتضمن عدة إجراءات. أولا هناك قافلة صوتية بمعدل سيارة واحدة بكل مقاطعة، هناك لوحات إشهارية بكل شوارع مدينة الدار البيضاء، كذلك هناك حملة رقمية على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك هناك تعاون مع مؤثرين اجتماعيين لديهم أكبر نسبة مشاهدة. كذلك ستقوم شركة كازا بي تحت إشراف جماعة الدار البيضاء والمقاطعات المكونة لها بتوزيع ما يناهز 120 طن من أكياس بلاستيكية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. كنطلبوا من المواطنين أن هذه الأكياس البلاستيكية اللي غتوزع لهم بالمجان طبعا أنهم يستعملوها يوم العيد من أجل جمع النفايات الخاصة بالعيد. هذاك الكيس يحاول ما أمكن أنهم منين يجمعون فيه النفايات يسدوا مزيان ويتوجهوا لأقرب نقطة تجمع النفايات. كاين تما كاين هذوك الحاويات يوضعوا ديك النفايات ديالهم في قلب الحاوية ماشي حداها. حنا هاد المناسبة سخرنا مجموعة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية المهمة. تم إلغاء جميع العطل والإجازات لدى شركتي أفيردا وأرما وكذلك كازابيئة. هناك حالة استنفار قصوى ثلاث أيام قبل العيد ويوم العيد وبعد العيد. كل هذا من أجل أن تكون مدينة الدار البيضاء نظيفة في يوم العيد إن شاء الله.